السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من سلسلة تعلم اب انفنتور. في الحلقة اللي فاتت شفنا كيفاش نلونسيو البروجي ديالنا في ليميلاتور. في هذه الحلقة ان شاء الله غنشوفو كيفاش نلونسيو في التليفون ديالنا عن طريق الكابل USB. دونك توكلوا على الله. دونك ندخل الموقع الرسمي ديال اب انفنتور، نمشيو للانترودكسيون باش نمشي نقلبوا على نديروا السيت اب، باش نقلبوا على واحد لو ليان مهم باش نتبعوا الخطوات اللازمه باش نكونفيغوريو الكابل ديالنا، باش نكونفيغوريو الكونيكسيون بار يو اس بي. دونك نحلوا السيت اب انستركشن. دونك هنا كنا شفنا في حلقه الثانيه ولا الثالثه شفنا كيفاش نلونسيو في الواي فاي، ومن بعد شفنا كيفاش نلونسيو في ليميلاتور. الان غادي نشوفوا كيفاش نلونسيو كابل USB. بيان سور اب انفنتور كتنصحك بتخلي هاد الطريقه هذه هي الاخرانيه، لان كاين بعض تقدر تكون يكونوا بعض العراقيل في الكونفيغوراسيون ديال لي تيليفون مع البي سي، سورتو في الويندوز. دونك انا كنتوفر على ماك، دونك ما عندي ما لقيت شي مشكل، ولكن بالنسبه للناس الويندوز غير يقدروا يكون عندهم بعض يعني الصعوبات باش يلقاو الدرايفر ديال التليفون ديالهم ايت سيتا. حنا نشوفو توت سويت. دونك غنحلو هاد لاباج هادي. دونك هنا كيهضرو شوية على كيفاش يعني خاص ان درايفر في الويندوز، سورتو فهاد لابارتي هادي. مي بون، دونك حنا اول حاجة خاص يكون عندنا لانستالاسيون ديال اب انفنتور. دونك في الحلقه اللي فاتت كنا تريشارجينا واحد الفيشي، دونك اذا ما شفتوهاش جو فوز انفيت انكم تشوفوا ديك الحلقه وتريشارجيو يعني الباكيج من عند اب انفنتور وتانستاليوه على حسب السيستم ديكسبلوطاسيون ديالكم. دونك من بعد منين غنانستاليو هذا اللوجيسيال هذا غيخصنا نتريشارجيو الام اي تي كومبانيون. هذا شفنا في الحلقه الاولى ديال باش نلونسيو البروجي ديالنا فيا واي فاي. دونك اللي ديجا عنده هاد الام اي جي كومبانيون وديجا انستالا هاد الباكيج ديال اب انفنتور، دونك ما عليه الا يمر معنا الشابتر اللي جاي، يعني الستيب اللي جايه. دونك هنا كيقول لك كيفاش خاص لونسي اي ستارتر بالنسبه للناس الويندوز. دونك هادشي شفنا في الحلقه اللي فاتت. دونك هذه هي المرحله اللي جديده، هاد السيت اب يور ديفايس فور يو اس بي. دونك هنا خصنا اكتيفيو في التليفون ديالنا ديبوغاج بار يو اس بي. دونك باش نديروها غادي نتبعوا الفيديو اللي درت في التليفون ديالي نيت تو دو سويت. دونك هذا هو الواجهه ديال التليفون ديالي. دونك غنمشي للبارامتر. دونك غنكون الفوق هنايا، غادي نهبط لتحت كاع نقلب على ابروبو. دونك كيما كتشوفوا انا عندي فوق من ابروبو عندي اوبسيون بور لي ديفلوبور. هادي نورمالمون في لي تيليفون باقيين جداد ما عمرهم تستعملوا في اون مود ديبوغاج، ما كتكونش باينه عند هاد اوبسيون ديال بور لي ديفلوبور. دونك غندخل ابروبو هي الاولى. كاين اللي في هنايا غادي يكون عنده نيفو واحد ديال لي باراميتراج. انا عندي هنايا مجموعين، دونك على حسب كل تليفون كيفاش مصايب. دونك انا بالنسبه لي غندخل الانفورماسيون لوجيسيال، غنمشي للبلس باش نقلب على نيميرو دو بويلد. دونك نتوما خاص تقلبوا على هذا نيميرو دو بويلد وتكليكيو عليه 7 ديال المرات. نورمالمون فين ما تكليكيو غيقول لك فوز افي بيزوان زعما دان اوتر كليك، زعما او توتال خاصكم 7 ديال لي كليك، تكليكيو 7 ديال المرات متابعين على هذا نيميرو دو بويلد. انا كيكتب لي هنا دونك با بيزوان فوز ايت ديجا ان كونفيغوراتور، فوز ايت ديجا اون كونفيغوراسيون ديفلوبور. دونك ملي غتكليكي 7 ديال المرات سي بون غيقولك فوز ايت ماتنو ديفلوبور. غادي ترجع للور، ترجع للور وغادي تلقى هاد اوبسيون بور لي ديفلوبور تزادت عندك هنايا. دونك غتكليكي عليها غادي تاكتيفي الفوق هاد اوبسيون بور لي ديفلوبور، يعني الفوق على اليمين. ما بغيتش نكليك عليها باش ما يتقطعش التصوير ديال التليفون. دونك خصك تاكد بان اكتيفيا. دونك الا ما كانش ماكتيفيا ما تقدرش تبدل حتى شي حاجه هنايا. دونك اون فوا اكتيفيا غنهبط نقلب على ديبوغاج يو اس بي ولا ديبوغاج يو اس بي وغادي نسيليكسيونيها. هذا ما عليك في هاد لي طاب هادي،
خصك تاكتيفي المود يو اس بي باش نقدر نلونسي انايا البروجي ديالي في التليفون. دونك من بعد ما اكتيفينا لو مود ديبوغاج في التليفون ديالنا، دونك اللي كيقرا لونغلي كيفهم لونغلي، دونك يقدر يتبع هاد التوتو هنايا. دونك هنا كيقول لك بار ديفو ديفلوبر اوبسيون راه الي كاشي. الا بغيتي تاكتيفيها خصك تمشي للسيتينغز اباوت فون اند تاب بويلدر نمبر 7 تايمز. دونك هاد ليتاب هادي دونك تمت بنجاح. دونك غندوزو ليتاب الثانيه. ليتاب الثانيه هي ملي غنبرونشي تليفون بلي يو اس بي. دابا هنا فين خص شويه ديال الا كان شي مشكل، يعني واحد ما يسلس باري، يعني خصو يقلب على الحل. انا نقدر نعاونكم يعني من هنا الا كان عندكم شي مشكل في الويندوز، نحاول نشوف كيفاش نلقى شي بيسي ويندوز. ولكن غالبا بالنسبه للناس ديال الماك واللينكس ما يكونش عندهم مشكل. بالنسبه للناس ديال الويندوز خصهم انستاليو دي درايفر باش يديتيكتا التليفون ديالو باش يقدر انستالي فيه. دونك اول حاجه ملي كتكونيكتي التليفون ديالك خص يكون اكتيفي الفوق واحد لا نوتيفيكاسيون. ملي كتش في التليفون كتهبط ديك لا فينيتر الفوق ديال نوتيفيكاسيون خص تكون باينه عندك بان راه توي اون مود ستوكاج، داكوغ، ماشي اون مود ميديا ديفايس. يعني هادي بلونجلي معرفش الترجمه ديالها اكزاكتومون فرونسي. دونك هنا بالنسبه للناس ديال الماك ملي غيبرونشيو التليفون دونك سي بون ما عندهمش هنا شي اتاب اخرى. بالنسبه للناس ديال ويندوز حنا غنشوفوا واحد لابارتي اخرى توت دو سويت، غنكمل هاد لاتاب 5. دونك هنا كيقولك في اندرويد 4.2.2 الفوق يقدر يخرج لك واحد الديالوج، واحد الميساج يقول لك اسكو فو اوتوريزي زعما هاد البي سي هذا باش يديبوغي في التليفون ديالك. دونك الا كنتي اول مره غادي تاكتيفي مود ديبوغاج مع هاد البي سي غادي يخرج لك هاد الميساج، دونك ما عليك الا تكليكي سور اوكي. داكور، دونك هاد ليتاب 5 غادي تكون كملات. دونك دابا باش نتيستي بان التليفون راه مزيان برونشي مزيان، كاين هاد لاباج هادي ها هي كونيكسيون تيست بيج. دونك غنحلها. دونك كيفيريفي جوج حوايج، واش الاي ستارتر بلونسي، واش التليفون ديالك مكونيكتي بيو اس بي. دونك انا الا حيدت اليو اس بي من التليفون وعاود درت تيست كان هو كيقول لي التليفون ديالك راه مابقاش كونيكتي. اون فوا كونيكتي غادي يقول لي راه مكونيكتي. خصني ديبلوكي لا فونتر ديال التليفون. ممكن شي مشكل. دونك نمشيو ل فين هي لا باج ديال البروجي ديالنا باش نديرو سي بون. شوف نو فوالا، نمشيو لهنا، نمشيو لكونيكتي ونديرو اورغانيسياليزي لا كونيكسيون، نعاودو لونسيو اون مود يو اس بي. دي فوا كيكونو دي بروبليم دو كونيكسيون، دونك ما عليكم الا ديرو ريزيت ديال لا كونيكسيون تعاودو تلونسيو. دونك ها هو هنا ديتيكتا التليفون ديالي بو لونسا ليا لابليكاسيون ديالي في التليفون. دونك هي غادي الفيديو قصيرة غادي نلونسيه تو دو سويت. دونك نرجعو لاباج دو تيست. سي بيزار ما كاتش تعطيني حتى شي ريزولتا واخا لونسيت لابليكاسيون دي. بون بريف، الناس ديال ويندوز، الوغ الناس ديال ويندوز رجعوا لهاد لو ليان هذا. نمشيو الوغ لا سي با هاد، لا ماشي هاد لاباج هادي. اون جينيرال كونيكسيون هيلب، دونك هاد لابارتي هادي فوالا. دونك هنا الا كان مشكل عندكم ديال تكونيكتي التليفون ولا الطابليت ديالك بار يو اس بي في الماك، غتدخل على هاد لو ليان، ولا في الويندوز غتدخل على هاد لو ليان. دونك حنا غندخلو
هاد لو لي هاد. دونك هنا كيهضر لك على ان خاص واحد لي درايفر. دونك هنا عطين ديجا كيقول لك كاين واحد لو ليام من عند جوجل داكوغ ديال لي زو ام اوريجينال ايكويبمنت مانيفاكتشرز درايفرز. دونك هنا هادي خصك تدخل تيليشارجي يعني تدخل نشوفو لا ليست ديال اللي عاطينهم. ولكن الاغلبيه ديال هادو كيجيو مع اندرويد ستوديو يعني مع لونفيرونمون ديفلوبمون ديال اندرويد داكوغ. دونك من الاحسن تقلب على الدرايفر نيشان. دونك هذا جوجل يو اس بي درايفر دونك تا هو سي لا ميم شوز. دونك من الاحسن يعني تمشي لاباج ديال يعني تمشيو لجوجل ياك ونديرو مثلا سامسونج اس 3 درايفر يو اس بي مثلا ويندوز اكس بي ولا ويندوز 7 داكوغ. دونك هنا غيديني لاباج ديال سامسونج. دونك هنا غتلقاوها بحال هاد لو لين هذا سامسونج يو اس بي درايفر فور موبيل فونز تا هو. دونك هنا كيعطيك درايفر تيليشارجي و تانستالي داكوغ. دونك خصك ضروري دير هاد لابتيت غوشيغش هادا على حسب التليفون اللي غاتيستي فيه. خصك دير اون بتيت غوشيغش على الدرايفر يو اس بي بالنسبة للسيستم ديكسبلوطاسيون ديالك سوا ويندوز اكس بي ولا ويندوز 7 ولا الويت ولا الديس. خصك تقلب على لابون فيرسيون. دونك اون فوا تانستالي لو درايفر يعني غتكون كملتي هاد ليتاب هادي. ديك الساعة غادي تقدر دوز ليتاب 5 ومن بعد دير تيست دو كونيكسيون. دونك فوالا هو خدم لي هاد المرة هادي. دونك قبلها كان شي بلوكاج. دونك جيسبيغ ما كنتش طولت عليكم بزاف. هاد يعني هادشي علاش اب انفنتور ما كتنصحش بزاف الناس يعني يتيليشارجيو يخدمو بالكابل يو اس بي دو بريفيرونس يدوزو بار واي فاي افيك لو كومبانيون ولا بار ليمولاتور ان تيليشارجون لو باكيج ديال اب انفنتور. دونك الى الحلقه القادمه ان شاء الله. ولا كان شي سؤال ما عليكم الا تخليو ليا كومونتير في هاد لا فيديو. وشكرا بزاف على الاستماع.